حبايبي تالت ثانوي، الاخبار معاكم مستر عبد الحميد حامد. النهارده ان شاء الله هنبدا نحل من كتاب المعاصر الترم الثاني. هنحل يونت 7 جزئيه الجرامر اللي عندك. ويونت 7 كان متقسم جزئيتين، جزئيه كانت بتناقش ايه الفرق ما بين الادفيرب والادجكتيف. اسف تاني لو في مشكله في الصوت او حاجه، بس هو بس انا ايه يعني في تعب شويه، فان شاء الله بس الدنيا تبقى واضحه معاك. الفرق ما بين الادفيرب والادجكتيف يعني الفرق ما بين الحال والصفه. الجزء الثاني كان بيتكلم عن البريزنت بيرفكت والبريزنت بيرفكت كونتينوس، المضارع التام والمضارع التام المستمر. ركز كده معايا وسمي الله، افتح كتابك وبص معايا كده. اول سؤال، اول سؤال بيقول لك ايه؟ they are on the beach now, they are playing not. بص يا مستر، انا عايز حضرتك تقول لي ايه الفرق ما بين كلمه outdoors وكلمه outdoor. ركز بقى كده معايا وبص لي، يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت عندك هنا كده كلمه بتقول outdoors وكلمه هنا بتقول outdoor، ايه الفرق؟ الفرق ان outdoor دي adjective صفه، outdoors دي adverb حال. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ من الاخر يا نجم، outdoors يعني بالخارج و outdoor يعني بالخارج. outdoors تيجي في نهايه الجمله، outdoor تيجي زائد اسم. فلما اقول لك they are on the beach now, they are playing not، انا حطيت نقطه في الاخر، يبقى انا عايز حاجه في نهايه الجمله، يبقى اقول they are playing outdoors، يعني هم بيلعبوا بالخارج. اللي بعده، football is an not game، هعمل دايره على game. game تعتبر اسم، والاسم بيحتاج ايه يا دكتور؟ لو في اسم يبقى انت عايز تحط adjective، تحط صفه، يبقى football is an outdoor game. حد يقول لي يا مستر ليه مش اندور؟ اندور صح جرامر بس غلط معنى، لان الكوره هي رياضه مش بتتلعب داخل المكان، هي بتتلعب بالخارج، ما ينفعش العب كوره في البيت مثلا. ثلاثة، رودينا هاز نوت هاند رايتنج. هاند رايتنج اسم ناون يعني، واحنا عارفين ان الصفه بتوصف يا اسم يا ضمير، وطالما في اسم يبقى انا عايز صفه. انا هكنسل ويل لان ويل فعل بمعنى سوف، وويل دي جيدا حال ومفيش حاجه اسمها اول كده، يبقى الاجابه الصح جود هاند رايتنج. اللي بعده، رودينا رايتس، رودينا بتكتب. انا عايز حاجه بتوصف فعل، واللي بيوصف الفعل حال، والحال يعني ادفيرب، والحال مش جود، الحال كلمه ويل يعني جيدا. خمسه، كومبيرد تو نو بودي، ما تقارنيش بحد. ايران نقط، انا بجري بسرعه، يبقى ايران فاست. انا بجري بسرعه يبقى ايران ايه؟ فاست. اوعى تقول فاست ليه، مفيش حاجه اسمها فاست يا نجم، فاست تبقى فاست زي ما هي زي ما قلت لك في الحصه. تعال لي هنا نمبر 6، بتقول لك ايه؟ عمر رانز نقط زان مي، دايره كبيره على زان. طالما في زان يبقى دي كومباراتيف، مقارنه، مقارنه يعني هتقارن ما بين حاجتين، يبقى عمر رانز فاست زان طبعا غلط، يبقى عمر رانز تمام فاستر زان مي. نمبر 7، of all my friends ما بين كل اصحابي، who ran quickly اللي بيجروا بسرعه، عمر هو الاسرع، الاسرع ما بينهم كلهم. يبقى انت عايز حاجه superlative، يبقى انت عايز حاجه زي زائد est، يبقى عمر runs دكتور the fastest. اللي بعده، by nature طبيعه كده يعني، مستر ايمن works not، مستر ايمن يعمل بجد، يبقى مستر ايمن works hard. اني واحدة hard؟ الاولى. طيب اللي بعده، by nature Mr. Ayman is a not worker، هو عامل بجد برضو تمام، يبقى hard worker. عشرة، by nature Mr. Ayman works not than me، في than يبقى انت عايز comparative، يبقى انت عايز صفة مقارنة، يبقى harder than me. ركز كده في اللي جاي. 11 بيقول لك ايه؟ of all the 30 hard workers in the office Mr. Ayman works not، ما بين ال 30 واحد اللي موجودين هو بيعمل باكثر جديه، يبقى هو الاكثر، يبقى انت عايز سوبرلاتيف الصفه الثالثه، يبقى the hardest. اللي بعده، by nature Mr. Ayman not wastes any time at all. any دي يعني انت عايز حاجه نفي، يعني مستر ايمن بالكاد بيضيع وقت، بالعافيه يعني تقريبا ما بيضيعش وقت، يبقى hardly. وهاردلي ليها بمعنى ايه؟ بمعنى يعني بالكاد او بصعوبه، وهاردلي ممكن تيجي بمعنى بمجرد. ايه ده يا مستر؟ امتى تيجي بمعنى بمجرد؟ لو لقيت عندك كلمه when او before، ودي اللي احنا درسناها في يونت 1 لما قلنا no sooner hardly scarcely barely. اللي بعده، she became enthusiastic about her new sport is very، هي بقت متحمسه بسرعه جدا،
يبقى very quickly أستاذ. Her achievements إنجازاتها are not for other women who are interested in powerlifting. هو عايز يوصف ال achievement، عايز يوصف الاسم، واللي بيوصف الاسم صفة، والصفة اللي بتوصف شيء بتاخد ing. يبقى her achievements are تمام inspiring. Letter C اللي بعده يعني ملهم أو مشجع. Other women who are interested in powerlifting رفع الأثقال look not by her achievements. انت عايز توصف ال other women، عايز توصف الاسم، واللي بيوصف الاسم صفة، ونهاية الصفة لما بتوصف شخص بيتحط لها اي دي، يبقى look inspired letter B. اللي بعده number 16. She didn't receive not treatment. Treatment اسم، treatment noun صح بمعنى علاج. يبقى هي مش بتستقبل علاج عادي او طبيعي. اللي بيوصف الاسم صفة، والصفة هنا يا دكتور تمام normal treatment. طب اللي بعده she was not treated لا تعامل treated verb، واللي بيوصف الفعل حال، والحال دايما اخره ly، يبقى she was not treated normally. 18. Angela is able to do her current job in a perfectly not way. way ده اسم noun، واللي بيوصف الاسم صفة، يبقى in a perfectly تمام different way letter C. اللي بعده Angela is able to do her current job not. هي هنا متمكنة او نفسها تعمل الوظيفة باختلاف. عايز توصف كلمة do، يعني عايز توصف الفعل، كلمة باختلاف حال اخرها ALY يعني differently. 20. He caught a disease، هو اتصاب مرض اسمه بوليو شلل اطفال. And since then منذ ذلك الحين he has not been able to use all of his muscles in a not way. بطريقة صحيحة عايز توصف كلمة way، يعني عايز توصف الاسم، وصف الاسم يبقى انت عايز adjective يبقى in a good way. طب بص بقى الاختلاف، بص السؤال اللي جاي ده بيقول لك ايه. قال لك he caught a disease called polio. ايه ده مستر؟ طب ما زي اللي فوق. Since then he has not been able to use all of his muscles. هنا ما حطش in ever، حط very. يبقى انت عايز توصف كلمة use، يعني انت عايز توصف فعل، يعني اللي بيوصف فعل حال، يبقى very good ولا very well؟ تمام يا نجم أستاذ، very well، الله يرضى عليك. اللي بعده He wanted his family to feel not proud of him. عايز أوصف feel، عايز أوصف الفعل، واللي بيوصف الفعل حال، يبقى to feel really proud of him letter C. اللي بعده He wanted his family to take not pride. pride يعني فخر، يعني اسم، واللي بيوصف الاسم صفة، يبقى to take real pride a real pride letter B. since that time he has been not successful. هو حاطط صفة يبقى هو كان ناجح بدرجة كبيرة، يبقى انت عايز adverb يبقى extremely successful. بص كده اللي بعده since that time برضو بيقول لك ايه بعد since that time دي، ركز كده معايا. طب بص طالما جبنا هنا تعالى نشرح، بص لي كده اشرح لك كام حاجة بس قبل ما نكمل حل. طالما البورد جات لك كده النهاردة احنا كنا مفروض بنتكلم عن types of adverbs، يعني عن انواع الحال. ماشي حبيب قلبي؟ طب حلو عشان هتقابلك أسئلة بس تبقى الدنيا واضحة معاك. رقم واحد تبقى عارف ان في حاجة اسمها adverb of time و adverb of place. يعني ايه الكلام ده دكتور؟ adverb of time يعني ظرف زمان، نفس المعاملة في العربي. ظرف الزمان زي غدا، زي مبكرا، زي سوري قريبا، الكلام ده كله. يعني يا مستر؟ يعني كلمة tomorrow هي ظرف زمان، كلمة recently هي ظرف زمان، كلمة soon هي ظرف زمان، كل ده اسمه adverb of time. طب ايه هو adverb of place ظرف المكان؟ زي هنا او هناك، كلمة here وكلمة there كل ده ظرف مكان. في كلمة تانية اسمها outdoors برضو ظرف مكان. يبقى ده adverb of time و adverb of place. رقم تلاتة عندك حاجة اسمها adverb of degree. adverb of degree يعني حال بيوصف الدرجة. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ يعني ما اقولش ان الدكتور فاطمة is good، لا 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 هي very good. ما اقولش ان معيار good، لا هي extremely good. ما اقولش ان كريم tall، لا هو extremely tall. طب ازاي يا مستر الكلام ده؟ ما تديني كده اكتبهم لي. يبقى انت عندك كلمة very، كلمة completely،
كلمة extremely كل ده adverb of degree. ايه تاني عندك؟ عندك adverb of manner. ايه ال adverb of manner ده؟ لو حضرتك سألت عليه how، يعني يا مستر الكلام ده؟ يعني بقول لك how did you come؟ I came quickly. انت جيت ازاي يا نجم؟ انا جيت بسرعة. ده اسمه adverb of manner. طيب بعد كده عندك حاجة اسمها adverb of frequency. frequency يعني تردد، زي كلمة ايه؟ often، زي كلمة sometimes، زي كلمة usually، زي كلمة always، وهكذا. كل ده اسمه adverb of frequency. اخر حاجة عندك adverb of purpose، يعني للغرض، وده لما تلاقي to زائد فعل في المصدر. طب ما تديني مثال كده. to be healthy، لتكون صحي. you should كذا وكذا وكذا. to get the full mark، لتأخذ الدرجة النهائية. you should كذا وكذا وكذا. ده اسمه adverb of purpose. يبقى تاني كده حضرتك خدت 6 انواع، يبقى دول types of adverb: time, place, degree, manner, frequency و purpose. طب حلو، انا ليه عملت كده؟ عشان خاطر لما نيجي نحل ان شاء الله تبقى الدنيا معاك ايه؟ تبقى الدنيا معاك واضحة. طيب ركز بقى معايا كده في الجزئية اللي احنا فيها في كتاب المعاصر. فبص لي، احنا وصلنا لحد سؤال 25. Since that time he has achieved not success. أنا هنا عايز أوصف كلمة success، يعني عايز أوصف اسم، واللي بيوصف الاسم صفة يبقى extreme success. He has not achieved his goal، يبقى he has certainly، لأن أنا بوصف فعل. She was not in her talk، she was a، she was impressed. يعني يا دكتور الكلام ده؟ يبقى هي كانت مذهلة في الحديث بتاعها، يبقى she was impressed. طب بص كده، she talked، عايز توصف فعل صح؟ يبقى انت عايز تحط حال، يبقى she talked impressively. طيب اللي بعده، I not lunch outdoors. بص كده يا نجم، انا نادرا ما باكل بره، يبقى I have rarely ولا I rarely have؟ I rarely have. طب يا مستر امتى بتحط يعني الكلمة الاول؟ لو كان verb to be ما تستعجلش هتلاقيها تحت. I not out for lunch، لقيت كلمة am صح؟ مش am the verb to be اللي هو am is are، يبقى rarely am غلط. verb to be دايما king كده، يجي رقم واحد، يبقى I am rarely، I am always، I am often، وهكذا. اللي بعده، which of the following is or are correct؟ I go to school every day. every day لو لازقة في بعضها كده حبيب قلبي تبقى دي صفة، فأنا مش عايزها. I go to school every شرطة day، يعني مفصولة كده في ما بينهم space، يبقى ده حال، دي صح. every شرطة day كده فاصلهم، يبقى ده حال برضو، يبقى ده صح، يبقى بي وسي. وده سؤال حلو ركز فيه. 32، how not did you do؟ شفت do؟ يعني عايز يوصف فعل، اللي بيوصف الفعل حال، يبقى how well did you do. how not are you at math؟ are you at math يبقى انت بيوصف ايه؟ بيوصفك انت، بيوصف ضمير، يبقى انا عايز صفة، يبقى how good. which of the following is correct؟ اللي في دول صح. تعال نمشي واحدة واحدة. she walked sorry towards the spider slowly. هنا slowly وصفت walked، فالجملة صح عادي جدا. she walked slowly towards the spider، ما فيهاش مشكلة يا مستر، نفس الكلام بس هو بس اخر، يعني اخر وقدم. يعني ممكن ابدا بالادفيرب اقول slowly، اه برضه صح جدا، يبقى a و b و c صح. ركز في اللي جاي ده عشان مهم جدا. I will call you not today، later ولا later ولا lately ولا a و c؟ later دي يعني لاحقا، زي اللي بتيجي كده على القنوات في التلفزيون coming later صح. later يعني الاخر، يعني اديك two options واقول لك التاني اللي فيهم. lately يعني مؤخرا، بتيجي مع present perfect. انا هكلمك بعدين، يبقى I will call you later a. طيب اللي بعده، I haven't gone يعني has و have والتصريف الثالث، يبقى انت عايز كلمة دالة، يبقى lately استاذ. طيب بص كده اللي بعدهم بيقول لك ايه هنا؟ بيقول لك I have two cars، عندي عربيتين، واحدة BMW and the not is a Mercedes، والأخرى and the letter لا letter B. ركز في اللي جاي ده، she is late for school، the word late here is a أو a not. والله يا مستر مين اللي late؟ she، يعني انت بتوصف ضمير، وحضرتك في أول الفيديو قلت لي اللي بيوصف اسم أو ضمير صفة، يبقى late هنا تعتبر adjective. اللي بعده، she is in her late 20s، برضو نفس الكلام، late بتوصف 20، بتوصف اسم، اللي بيوصف الاسم صفة، يبقى برضو adjective. اللي بعده، I will take a later bus، هنا كلمة later بتوصف bus، واللي بيوصف الاسم صفة، يبقى برضو adjective.
She arrived at school very late. هنا late بتوصف arrive صح؟ أو ممكن توصف very. طب يا مستر يبقى هي كده مش صفة، يبقى هي حال، يبقى هي adverb. طيب اللي بعده lately Sama has been very busy. كلمة lately تعتبر ايه؟ lately يعني مؤخرا، يعني ظرف زمان، يعني adverb of time. أحمد left his office early. early وصفت left يعني وصفت فعل، انت اللي بتقول مش انا، اللي بيوصف الفعل حالي بقى adverb. The train is 5 minutes early. early بتوصف ال 5 minutes، بتوصف الاسم، واللي بيوصف الاسم صفة يبقى adjective. She has left early to catch the train. هنا كلمة early بتوصف left، واللي بيوصف الفعل حال يبقى ده adverb. طيب هو مش عايز early، هو عايز كلمة to catch the train. والمستر قال لك ان طالما لقيت to زائد فعل في المصدر، استاذ adverb of purpose اني واحدة الاخيرة. 4-6 The weather is so hot today. هنا so تعتبر ايه؟ so هنا بتساوي very، يعني ده adverb of degree. Sama is playing outdoors يعني بالخارج، يعني ده ظرف مكان adverb of place. She is still having lunch. still يعني مازالت، يبقى ده adverb of time أستاذ. كده حضرتك unit 7 part 1 اللي كان بيتكلم عن الادفيرب والادجكتيف جزئية الجرامر. اتمنى يكون الدنيا كده واضحة معاك. ده كان كتاب المعاصر، حضرتك هتلاقي تحت برضو الفيديو ان شاء الله بتاع unit 7 part 2 البريزنت بيرفكت والبريزنت بيرفكت كونتينوس. ربنا معاكم يا شباب.